بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثامن من الكتاب التاسع والأربعين، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل مجالس الذكر. ومجالس الذكر يدخل فيها الصلوات، لأن أعلى الذكر الصلوات، صلوات الفرائض وصلوات النوافل، فهي مجلس الذكر، لأن أعلى ما ذكر الله في حال الصلاة. ثم يدخل بعدها بقى مجالس الذكر التي نجلسها كمجلس الذكر بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، تصلي على النبي وتدعو الله وتستغفر وتقرأ بعض القرآن، كل دي مجالس ذكر كبيرة. ويدخل فيها مجالس العلم باعتبار أنها تؤول إلى الذكر، لأن ثمرة العلم الذكر، فيدخل فيها أيضا مجالس العلم من باب بس إيه، ليست من الأصل، لأن ليس كل علم ذكر، وليس كل علم يؤدي إلى الذكر، لأن قد يتعلم الإنسان العلم ولا يصل إلى مرتبة الذكر. باب فضل مجالس الذكر بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الخامس عشر بعد السبعة آلاف. قال حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا، فضلا تنفع بضم الضاد وتسكينها، فضلا، وفي رواية فضلاء، كل دي روايات صحيحة. إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، يعني تسير حتى تبحث عن مجالس الذكر لتجلس، يبقى سيارة يعني جاية من من كثرة السير والبحث. فضلا يعني من الفضلاء، يتبعون، وفي رواية يبتغون بالغين على رواية يبتغون، ودي رواية تانية يتبعون، مش كده برضو؟ يتبعون ما اختلف اختلاف كثير في تشكيل هذه الكلمة، بين حتى كل اللي قاعدوا يشكلوا صحيح مسلم كل واحد اختار له تشكيل شكل. فيها يتبعون، يتبعون، يبتغون، يتتبعون، كل دي روايات، لكن هنا الظاهر اختاروا الرواية اللي هي ايه، يتبعون، يتبعون مجالس الذكر. لكن لو قلت يتبعون، يتبعون، يبتغون، كل دي روايات صحيحة، مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ لأن السماء موضع كلام الملائكة لله عز وجل، كما كان الطور موضع كلام سيدنا موسى لإيه؟ لربه.
فكل مكلم له موضع يتكلم فيه. أما الله فلا يحصره موضع، سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأماكن. يبقى مكان مكالمة الملائكة لربهم في السماء، ومكان مكالمة الرسل الذين كلموا الله في الأرض. فيسألهم الله عز وجل، لأنهم وصلوا إلى موضع المكالمة بقى، فيقوم ربنا يسألهم. يبقى طلعوا السماء ليه؟ ليصلوا لموضع المكالمة حتى يشهدوا لبني آدم. فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال وممن يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا ربي. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا فيه دليل على فضل مجالسة الصالحين ولو لم تكن منهم. يبقى مجالسة الصالحين لها فضيلة زائدة خاصة بها كده، مجرد انك تجلس مع الصالحين لابد ان ينوبك منهم ثواب، ولو لم تنل إلا غفران الذنوب كفاك ذلك، بالإضافة لأنك محبتهم أيضا تفيدك، لأن المرء يحشر مع من أحب. والذكر أنواع بقى، ذكر قلب وذكر إيه؟ لسان. الذكر قسموا العلماء إيه؟ إلى ذكر قلب وذكر لسان. ذكر لسان يقسموه ذكر محض وذكر شرع. ذكر الشرع زي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وزي تعليم الناس، كل ده برضه ذكر. اللي قاعد يعلم الناس القران ما هو ده ذكر برضه، لان خيركم من تعلم القران وعلمه. وفي ذكر محض كان يتلو القران بنفسه لمطلق الذكر، او يسبح بنفسه. يبقى في ذكر محض وفي ذكر شرع. ذكر الشرع هو ان تعلم غيرك الذكر، وذكر المحض هو أن تجلس تذكر ربك بذكر محض كالتهليل والتسبيح والتهمين والتحميد والصلاة على النبي وغير ذلك. هذا بالنسبة لذكر اللسان. ذكر القلب نوعان برضو، ذكر تفكر في عظمة الله ورحمة الله وسعة ملك الله وفضل الله على عباده، وهذا يبقى ايه؟ يسموه ذكر تفكر، وهو اعلى انواع الذكر. وفي ذكر السر في القلب، وذكر السر في القلب هو اخلاص النية وحضور القلب مع الله حال الذكر، سواء كنت صامتا او كنت متكلما. واعلى انواع الذكر هو الذكر الاول، ذكر الاتعاظ والموعظة والامتنان إلى الله عز وجل، ويليه ذكر الإخلاص وهو محله القلب. يبقى ذكر القلب يفوق ذكر الإيه؟ اللسان. فذكر القلب حجة لك وذكر اللسان حجة عليك، إن لم تكن فاعلا بمقتضاه يأتي يشهد عليك. أما ذكر القلب فيشهد لك على كل حال. باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو أجمع دعاء يشمل خيري الدنيا والآخرة، أجمع دعاء. فلا تخلي دعاءك من هذه الكلمات المعدودات التي يدور حولها كل دعاء نبي وولي وملك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويمكن في الطواف كله ما وردش عن النبي دعوة إلا الدعوة دي،
وبقيه الدعاء سايبك انت تختار اللي انت عايزه، لكن بين الركنين النبي حط لك الدعوه دي علشان ايه؟ تنال بيها كل الخير، بين الركن اليماني وركن الحجر. تقول ربنا اتينا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لو صمدت باقي الطواف كفاك، فهي دعوه فيها خيري الدنيا والاخره. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سال قتاده انسا اي دعوه كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اكثر؟ قال كان اكثر دعوه يدعو بها يقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قال وكان انس اذا اراد ان يدعو بدعوه دعا بها، فاذا اراد ان يدعو بدعاء دعا بها فيه. يعني اجعل كده لا يخلو دعائك من هذه الدعوه، واجعلها في سجودك، اجعلها في ختام صلاتك، تجعلها في كل احوالك، لعل الله يصيبك ايه خيرها. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وده توافق لفظ القران ربنا، والحديث الاول اللهم اتنا. وعلشان كده قالك اذا اردت ان تدعو بها تقول اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، حتى تجمع بين الروايتين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، للجمع بين الروايتين. عذاب النار ها؟ لو كانت حسنه في الاخره ما هيقين عذاب النار. لا، ما هو قنا عذاب النار دي حاجه، وحسنه الاخره بقى الجنه ودرجاتها التي لا تنتهي. كويس، لان ممكن الواحد يدخل الجنه او يقي عذاب النار بس يبقى من عوام اهل الجنه. لكن حسنه الايه؟ الاخره ان ربنا سبحانه وتعالى يحسن مقامك كمان في الجنه. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. وعن ابي قال والتهليل قولك لا اله الا الله، والتسبيح قولك سبحان الله، والدعاء مطلق الدعاء كالحمد وغير ذلك. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. في رواية من ولد إسماعيل، يعني 10 رقاب نفيسة. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. كونه بيقول لك حتى يمسي معناه ايه؟ يعني تقولها كمان في المساء حتى تصبح. وعشان كده اتخذها مشايخ طريقتنا وردا اساسيا لكل مريد لهذا الطريق الشاذلي الصديق الدرقاوي، ان تقول بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم صباح ومساء لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة حتى تحوز بهذه الفضائل. ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. يبقى فتح كمان الزيادة، فتح باب الزيادة، لأن يجوز فتح باب الزيادة في إيه؟ في التطوع، فيما لم يرد فيه إيه تأقيت من الشرع، لأن ده من باب التطوع، ده ذكر من باب التطوع. ولا يجوز الزيادة فيما أقته الشرع وحدده، فما تجيش في الظهر مثلا تقول أنا حصل لي 6 ركعات، ما ينفعش الزيادة. يبقى في بعض العبادات لا يجوز فيها الزيادة، وفي بعض العبادات يجوز فيها الزيادة عن الوارد، وعليك أن تميز بالفقه متى يجوز الزيادة. يعني الطهارة يكره الزيادة عن 3، فإن فعل واعتاد ذلك يحرم عليه ذلك لأنه فيه إسراف. كويس؟ في الطهارة مثلا ما ينفعش تقول ما الطهارة حاجة كويسة يلا خليها 10 مرات. ده هي 3 كفاية. ليه؟ لأن هتؤدي الزيادة تؤدي إلى الإسراف. فهمت إزاي؟ وتؤدي إلى العطلة.
قد يفوتك تكبيرة الإحرام، وقد يفوتك الركعة الأولى أو الركعة الثانية، وقد تصعب عليك الطهارة، تصعب عليك بعد ذلك فتؤدي إلى الفتور وعدم الإقبال على الطاعة. وبالتالي في عبادات لا يجوز الزيادة عليها، وفي عبادات يجوز الزيادة فيها. واضح؟ فهنا دل على أن باب النوافل والتطوع يجوز الزيادة فيه. أنا حصلي ركعتين لله كده، مطلق ركعتين لله، يبقى صلي إن شاء الله 100 ركعة مطلق تطوع. لكن حصلي سنة الظهر 4 قبلها و4 بعدها، خلاص ما ينفعش بعد الأربعة أقول سنة الظهر البعدية، لكن أقول مطلق تطوع. فهمت بقى إزاي؟ يعني ممكن أصلي 4 ركعات سنة الظهر البعدية، وعايز أصلي تاني يبقى بقى مطلق تطوع ولا أقول عليه سنة الظهر البعدية، لأن النبي أقت فيه. فهمت بقى المسألة؟ يبقى في عبادات لازم نميز أنه يجوز الزيادة فيها. ربنا بيقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، حدد فيها لم يحدد الكثيرة، تركها على حسب نشاطك. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ثم تحديد العدد ليس بدعة، النبي هو الذي علمنا أن هنا العبادات لابد أن تحدد حتى تداوم عليها، لأن لا تستطيع أن تداوم على عبادة أنت لم تحدد قدرها. والنبي يقول أحب الأعمال عند الله أيه؟ أدومها وإن قل. فلما تيجي تصلي على النبي 100 مرة يجي الجماعة الوهابية يقول لك اشمعنى 100 مرة؟ طب ما تخليها 90، طب ما لو خليتها 90 هتقول اشمعنى 90؟ ولو خليتها 80 هتقول اشمعنى 80؟ لو صلينا 100 يقول لك بلاش 100 ما تحددش. تقوم تيجي تقف عند 10 يقول لك طب وليه كده بتصلي على النبي قليل؟ طب نزود شويه، لا انت كده زودت شويه، ويعني في الاخر هتعمل ايه؟ تستريح ما تصليش على النبي وتقعد ساكت. ففي الاخر مذهبهم يقولوا الى عدم الذكر. لان يقعد يقيدك. ما تحددش عدد ولا تحدد وقت ولا تحدد مكان. الله. طب ما هذكر امتى؟ واواظب امتى؟ ما يقول لك تحديد العدد بدعه، وتحديد مكان معين تخصيص بلا مخصص. واخد بالك ازاي؟ وتحديد وقت يبقى تأقيت بلا مؤقت. طب امال يعني اذكر ربنا امتى؟ قال لك وقت ما تحب كده. طب ما وقت ما احب لازم يبقى وقته ووقتي، في مش انت بتقول لي وقت ما تحب؟ وقت لازم يبقى في وقت. علشان ايه؟ اشغل فيه الذكر. وعلشان كده هو نظام مذهبهم في موضوع ذكر الله والتطوع نظام ايه؟ يعني يؤدي الى عدم الذكر. نظامهم يؤدي الى عدم الذكر، فتقول الى انك تذكر الله قليلا. زي بالظبط كده في مثل كانت جدتي تقوله، سليم ما تكسر، مكسور ما تاكل، كل لما تشبع. يعني مش هتاكل. فهمت حاجه؟ سليم يعني اما يتحط لك عيش سليم وانت جعان. واخد بالك؟ وعيش مكسر. فيقول لك ايه الاكل قدامك اهو وانت جعان. يقول لك السليم ما تكسروش والمكسور ما تاكلش منه كل لما تشبع. فبيبقى هتاكل ازاي؟ اذا كان منعك من كل الاختيارات. فهمت ازاي؟ فده مثل كانت تقوله جدتي رحمها الله. لا ايه؟ لما الانسان يامر بشيء يؤدي الى خلافه. فهمت ازاي؟ تقوم تقول له ايه؟ سليم ما تكسر، مكسور ما تاكل، كل لما تشبع. يعني معناه مش هتاكل ان شاء الله وتموت وتستريح. فهم طريقتهم في الذكر كده. اذكر ربك بس بلا عدد وفي غير وقت ولا تخصص مكان. اذكر ربك كثيرا بقى في الاخر تلاقي نفسك ما ذكرتش. فهمت بقى الطريقه؟ فربنا ينجينا من الجدال. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. والحمد لله ان ده الرسول صلى الله عليه وسلم جعلنا وظف لنا التسبيح والتحميد في كل سجود وفي كل ايه؟ ركوع. كل ركعه بتقوله 3 مرات. مش كده برضو؟ انت بتركع 17 ركعه. 17 ركعه فرض. طب 17 في 3 تبقى كام؟ ها؟ 51. وايه؟ 51.
51 تحط قدامهم 17 زيهم سنن يبقى جبت ال 100 جوه الصلاه. حتى لو ما ختمتش الصلاه ده لو بتصلي بس سلم وتمشي. فشوف النبي بقى حريص على امته ازاي؟ خلهم ذكرهم هيقولوه هيقولوه. ما لو ما قعدتش هتقوله جوه صلاتك. ها؟ تسع مرات في ركعه في الركوع والسجود مرتين. يعني احنا بنقول 17 ركعه، كل ركعه فيها ركوع واحد. ده بعدد الركوع، حط بقى كمان السجدتين هيزيد. هتبص تلاقي فوق الميات، هتلاقي نفسك بتقوله 300 مره، وفي ناس كمان بتسبح مش ثلاثة، بتسبح خمسة، بتسبح سبعة، بتسبح تسعة. فشوف بس فضل ايه عبادات اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياها والمواظبة عليها تخليك ايه شكلك ايه. عشان كده الانسان المسلم المصلي ده، المصلي الفرائض بس، مقامه عند الله كبير جدا. حتى لو ما بيختمش صلاة، ما هو حمد ربه وقرأ قرآن وذكر الله في جميع احيانه، من قيام ومن ركوع ومن سجود ومن جلوس ومن حركة، يعني عمل كل حاجة في الصلاة. فهمت ازاي؟ فما فيش أمة زي أمة النبي أبدا بهذه الصورة. بتسجد لله 34 مرة في الفرائض و34 مرة في إيه؟ في السنن زيهم. فيش أمة زي كده. هات لي كده أمة بتسجد يوميا 68 سجدة. ده 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 كون ربنا مقوينا على كده على فكره في وسط مشاغلنا في حياتنا، ده مدد من الله. لا تستطيع امه من الامم على فكره. بني اسرائيل فرض عليهم صلاه الصبح وصلاه بالليل ما عرفوش يواظبوا عليها. ما عرفوش يواظبوا عليها. فهمت؟ عشان تعرف ان امه النبي دي امه مكرمه وكذلك يعني مؤيده. ربك بيمدها. تبص تلاقي الواحد من دول عايش بقاله 100 سنه عمره ما ترك فرض. سبحان الله، مع انه ضعيف واحيانا يبقى مريض واحيانا يبقى مشغول واحيانا يبقى تعبان يقول لك انا ما بتميش فرض. يعني بيسجد كل يوم لله 34 سجده لو ما صلاش سنن حد. فدي نعمه كبيره ان احنا مسلمين والحمد لله. يبقى سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره. ضيف الى ذلك بقى ان كمان بيختم الصلاه. بعد كمان ما قال الحاجات دي جوه الصلاه يقعد كمان يختم الصلاه. سبحان الله 33، الحمد لله الله اكبر 33 او 34. تضرب دول في خمس مرات بيعملوا. يبقى خارج الصلاه وداخل الصلاه في كل الاحوال. يا سلام، ده النبي بيباهي وربنا بيباهي بينا الملائكه اللي قالوا اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. كل ما يقولوا له وجدناهم يصلون يقول لهم مش انتوا بتقولوا عليهم يسفكوا الدماء؟ شوف ربنا بيرد اعتبارنا قدام الملائكه عشان يعترضوا في الاول واغتابونا قبل ان يروا الصالحين منا والانبياء. وقالوا اتجعل فيها من يسفك الدماء، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. جاب لهم بقى ايه هذه الامه العظيمه المكرمه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو شوف زاد عليه. يبقى النبي فتح لنا باب الزيادة في بعض العبادات وأغلق علينا باب الزيادة في بعض العبادات. يبقى تعبننا بالزيادة وبالالتزام. شفت بقى؟ والانضباط. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا عمر وهو ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ما فيهاش بقى حي إيه يحيي ويميت، ما فيهاش إيه زيادة يحيي ويميت. الزيادة دي واردة في مسند أحمد، لكن إحنا خدنا إيه في الورد بتاعنا رواية الصحيح البخاري ومسلم، ما فيهاش فيها يحيي ويميت. خدت بالك؟ وهو على كل شيء قدير. 10 مرار كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعيل. يا سلام، وانت بقيت في زمن ما فيش عتق اصلا، ما فيش عبيد تعتقهم،
لكن لما تقول كده تاخد ثواب هذا اللحق. وقال سليمان حدثنا ابو عامر قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك قال: فقلت للربيع ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال: فاتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن سمعته؟ قال: من ابن ابي ليلى، اللي هو عبد الرحمن بن ابي ليلى. قال: فاتيت ابن ابي ليلى فقلت: ممن سمعته؟ قال: من ابي ايوب الانصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت انت الاسناد بيجي لك وانت قاعد كله، وهو يعمل مشوار على ما يجيب كل واحد، واخد بالك ازاي؟ عشان تعرف ان ايه نعمه تدوين السنه، نعمه كبيره. فجزاهم الله عنا خير الائمه دول اللي سافروا البلدان على اقدامهم وبالحمير وبالجمال، ما كانش لسه في وسائل مواصلات، علشان يجيب حديث واحد. وبعدين انت تقعد بعد كده جمع لك 7000 حديث تقعد انت تقراهم كده بسهوله، واخد بالك؟ كنت قاعد في بيتك لسه ما اتحركتش، ولا وقفت على محطه اتوبيس، ولا ركبت طياره، ولا ركبت عربيه. هم كانوا يركبوا حماره واحيانا يمشوا على رجليهم، لدرجه ان كان كثير منهم يسافر من الحجاز لمصر عشان حديث، ويسافر من مصر للعراق عشان حديث واحد، ويسافر من العراق لخراسان عشان حديث واحد. عارف السفر ده كان ياخد منه 6 اشهر، يعني يقضي 6 اشهر من عمره عشان يجمع لك روايه حديث واحد. شفت النعمه بقى اللي احنا فيها؟ وبالرغم من كده الناس معارضه. يشتري صحيح البخاري ويحطه عنده في البيت ما يبقاش يقراه على الشيخ، ولو جاي يقراه بنفسه يتحول الى ميزو، واخد بالك ازاي؟ ما يفهمش حاجه. ويجيبوه في الفضائيات ما شاء الله ويبقى مشهور. يعني بس انت عايز تبقى مشهور في هذا الزمان، افهم الشرع خطا، يا سلام، هتلاقي نفسك بقيت نجم في كل الفضائيات، كل يوم بيستضيفوك، واخد بالك ازاي؟ طالما انت قرات وفهمت غلط، اعرف انك صرت نجما من النجوم، وصرت من النخبه ما شاء الله على هذه النخبه الخيبانه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، طبعا وارد حديث ايه لا اله الا الله وحده ولا شريك له ملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات، دي وارده في احاديث اخرى صحيحه ايضا انك تقولها بعد التسليم من صلاه الصبح وصلاه المغرب قبل ان تلتفت وانت على هيئه التشهد، تقولهم 10 مرات. ده ذكر خاص بصلاه الصبح وصلاه المغرب، كويس؟ وارده الحكايه دي، فتقولهم دي 10 مرات بعد صلاه الصبح، مجرد تسلم كده تقولهم حتى قبل الاستغفار او بعد الاستغفار 3 مرات، ما يضرش. ووارد كمان بعد ختام كل بعد ختام كل صلاه ان ايه حديث المحبه، مش عارفين حديث المحبه؟ اني احبك فلا تدع. وكل بقى راوي من اول الاسناد لاخره يقول لي ايه لتلميذه اني احبك فلا تدع، فسموه ايه المسلسل بالمحبه، سموه ايه المسلسل بالمحبة. واني احبكم وسمعته من مشايخي كذلك كل شيخ يقول اني احبك، الى قول النبي صلى الله عليه وسلم المعاذ اني احبك فلا تدع دبر كل صلاه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فايه واظبوا على هذه الدعوات العظيمه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابو كريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فضيل عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اخر حديث في صحيح البخاري ده اخر حديث ايه صحيح البخاري. اول حديث في صحيح البخاري انما الاعمال بالنيات، واخر حديث في صحيح البخاري ده كلمتان خفيفتان. كان تبدا حياتك بالنيه الخالصه وتنهيها بذكر الله، كانه عايز يقول لك كده. شوف الكتاب بتاعه مؤلفه بطريقه جميل، تبدا بالنيه الخالصه وتنهيه بذكر الله فتكون من الفائزين. فدي الخلاصة. حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. والنبي خلينا سبحان الله العظيم بنحطها في إيه؟ في الركوع، وسبحان ربي الأعلى تحطها في السجود. وبعدين لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فأضاف إليه الحمد، فكان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده
وبعدين قال له فاستغفره فيقول اللهم اغفر لي. يبقى ذكر الركوع ايه؟ سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي. طب وذكر السجود ايه؟ سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم اغفر لي. ممكن تضيف ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، لا بأس. فهمت ازاي؟ لان هذا مجال الدعاء، ومجال الدعاء مفتوح لا تقييد فيه، مش كده بس، التقييد في الدعاء الا تبعوا بقطيعه، ده القيود، الا تبعوا بقطيعه رحم او بهلاك. في ناس كل دعائهم هلاك، اللهم اهلك وانزل واهلك واهلك ويتم ورمل و... لما تحس انك انت ايه، خلاص القيامه قامت، تبقى قلبك اتقبض. في ناس كده ادعيتها كده يا حاجه، تبقى تقول يا رب خلص الدعاء بقى يا رب. فهمت؟ لدرجه الواحد ساعات ينوي المفارقه لانه يطوله قوي، درجه الناس تبكي من شده الوقوف، وهو بيفتكر ان هم يبكوا من شده ايه، الخشوع، وهم بيبكوا لانه عايزين يروحوا بقى، وهو حبسهم ورا. فهمت ازاي؟ بيستعطفوه، وهو فاهم ان هم يا سلام بيبكوا بقى علشان متاثرين، فيستمر اكتر وما يزدادوا بكاء. واخد بالك؟ حاجه غريبه. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قالا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللي هي البقيات الصالحات، يسموها ايه؟ البقيات الصالحات، احب الي مما طلعت عليه الشمس. طبعا لان ما طلعت عليه الشمس يفنى وذكر الله يبقى. عشان كده العلماء قال لك ايه؟ لو عرض عليك فخار يبقى وذهب يذهب فاختر الفخار. فهمت ازاي؟ حتى الذهب اسمه ذهب، ذهب جان اواي يعني خلص، مش كده برضه؟ من اسمه باين انه مش هيدوم. فهمت ازاي؟ ذهب، ذهب فين؟ ذهب الى الفناء. رايح تشتري ايه؟ اشتري ذهب. حاجه غريبه قوي، تشتري فناء، حاجة غريبة. والفضة، الفضة تنفض، جاي من ايه؟ من الانفضار، لان الحياة سوق وانفض. فحتى من الاسماء ليها عبرة عشان ما تركنش لهذه الاشياء. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن نمير عن موسى الجهني حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن ابي قال جاء عربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما اقوله، قال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ كل ده ثناء على الله. طب وانا ايه؟ انا نبني ايه بقى؟ طريقه الاعراب بقى، لانه ايه؟ بيعبد من اجل ايه؟ رغبه، من اجل رغبه، مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرم، مش بيعبد الله لانه يستحق العباده، ده بيعبد لرغبه. يبقى ده راجل مبتدئ من عوام اهل اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مش يقول له يا مبتدئ، لا ابني، يقوم برضه يدله صلى الله عليه وسلم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى اما عافني فانا اتوهم وما ادري. يعني كلمه عافني يعني هل قال له كمان قل عافني ولا لا؟ انا اتوهم يعني متشكك هل فيها كمان عافني ولا لا، وما ادري. ولم يذكر ابن ابي شيبه في حديثه قول موسى. وعن ابي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وعلى شكلة تحط الدعاء ده فين؟ بين السجدتين. تحط الدعاء ده فين؟ بين السجدتين. ده دعاء في الجلسة التي بين السجدتين في صلاة. اللهم عافني واغفر لي وارزقني وارحمني واجبرني وارفعني. كل ده دعاء بين السجدتين حال الجلوس. وعن ابي قال حدثنا سعيد بن ازهر الواسطي
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وردت روايات بهؤلاء الكلمات بين السجدتين، واخد بالك؟ ولكن يجوز أنه يدعيها حتى في حال السجود، يدعيها بعد ما يسلم، يدعيها في أي وقت. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، يعني أربع حاجات، يعني شوف بيعمل له كده: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، يعني بيعدله، يعني كأنه بيقول له احسبهم، ما تضيعش حاجة فيهم، عشان يبين له دقة التلقي والأداء. فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان وعلي بن مسهر عن موسى الجهني حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد قال حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. وأنت لو ختمت الصلاة هتقول التسبيح ده كام؟ 33 × 5 يطلع كام؟ عديت 100 بكتير بقى، صح؟ وحط كمان الحمد لله 33، عديت 100 بكتير، وحط كمان الله أكبر 33 أو 34، هتلاقي عديت 100 بكتير، يعني هتلاقي في الآخر عملت 500. شفت ازاي؟ لأن هما مجموعهم 3 في كل ختام تقريبا 100، في 5 فرائض يطلع 500. فشفت بقى الرحمة اللي أمة النبي فيها، فحافظوا على ما أنتم عليه من رحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الأمة المرحومة. ونقف على باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. وطبعا ما تنسوش المجلس اللي احنا بنعمله كل يوم ده بعد صلاة الفجر، بتطلع كل يوم بحجة وعمرة. تم حديث النبي. يعني كل الناس تبقى نايمة وانت بتحج وتعتمر كل يوم من غير تأشيرة ولا تركب طيارة ولا تدفع فلوس ولا تاخد اجازة من شغلك ولا تتعطل. شفت قد ايه الرحمة؟ عشان تعرف الناس قد ايه غافلة عن كنوز نبوية شريفة اعطاها لهذه الأمة. أو ده كنز نبوي، ميراث نبوي، كنز، شاف لأمته كنز. لما تقول للواحد على فكرة أنا بعتمر وحج كل يوم، هيقول لك يا كذاب. كل يوم أنت بتيجي الشغل، إزاي تحج وتعتمر كل يوم؟ فهمت إزاي؟ لكن الحمد لله إحنا بنحج ونعتمر كل يوم، وهذا من فضل الله، فربنا يديم علينا هذا المجلس ولا يحرمنا من أنفاس نبينا ما حيينا. ونكمل غدا إن شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدار كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.